أسعد الله أوقاتكم أخوان بكل خير. موضوعنا اليوم عن مسجد السقيا، وهو أحد المساجد التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقع في منطقة السقيا، وهي التي كانت لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي موضعه دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة. وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الذهاب إلى غزوة بدر. مسجد السقيا من أحد المساجد التي بناها سيدنا عمر بن عبد العزيز. للأخوان اللي بيستفسر عن الموقع، داخل محطة القطار العثماني في المدينة المنورة. وفي الختام، أسأل الله التوفيق لنا ولكم ولجميع المتابعين.